حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد